من جانبه شدد سماحة الشيخ علي الأمين عضو مجلس حكماء المسلمين في لبنان خلال تحدثه في الملتقى أن التعايش بين الأمم والشعوب من أهم الغايات السامية التي يجب أن تسعى إليها البشرية. ولا شك عند العقلاء وعند كل أهل الأديان أن التعايش السلمي بين الأمم والشعوب يعتبر من أهم الغايات السامية التي يجب أن تسعى إليها البشرية. ولا شك أيضا بأن الحوار بين أصحاب القرار وأهل الفكر والثقافة وعلماء الأديان يشكل الوسيلة المثلى التي توصلنا إلى هذه الغاية الواجبة والتي تسير بالبشرية في ركب التقدم والعمران والازدهار.